سفاح اقرب الناس ليا. لا رمزي انت ايه الحاجات اللي في ايدك دي؟ لا دول دي تماثيل انا كسرتهم من غصب عنا دول، فانا رايح بقى ادفنهم دول. تماثيل ايه دي يا رمزي؟ تمثال الملكه نفرتيتي دول، وتمثال الملكه حتشبسوس، وتمثال الملكه شجره الدر. شجره الدر عملوا لها تمثال فرعوني؟ طب وشمعنى يعني التماثيل اللي كسرت كلها ورايح تدفنهم حريمي؟ ما هي دول بقى كل شيء بقى اسمه يا نصيب بقى. يا نصيب الاسود. السفاح ممكن يبقى اقرب الناس اليك. وانا رمزي انت سمعت عن موضوع السفاح اللي بيقتل الستات ده ويخطفهم؟ يا دولا دول يستاهلوا على فكره الستات ده لهم. يستاهلوا ليه؟ يعني في واحده ست يا دولا في الدنيا تمشي مع سفاح في الشارع وهي مش عارفه اذا كان هو سفاح ولا لا. طب وهتعرف منين اذا كان سفاح ولا لا؟ ما تشوف بطاقته يا دولا. يا سلام، يعني مكتوب في البطاقه بتاعته في الخانه بتاعت الوظيفه سفاح؟ يعني انت مكتوب عندك في خانه الوظيفه المهنه غبي؟ انت عارف يا دولا بقى حكايه خطف الستات دي رعبه الستات خالص. عارف اصليه ما حصلتش يعني من ساعه قضيه رانيا وسكينه. رانيا وسكينه؟ عارفهم اللي كانوا بيقولوا حاسب عليها حاسب عليها. دول ما يكونوش يعني رانيا وسكينه دول هم يعني جم بقى تاني وبيخطفوا الستات وكده اهو. جم تاني ازاي يا اهبل؟ اذا كانوا هم اساسا ماتوا خلاص، في حد بيموت بيرجع تاني يا عبيط؟ لا يا راجل. امال ايه؟ المشكله بقى عندي في الستات اللي في البيت، يعني عارف قاعدين جوه البيت مش عايزين يخرجوا ابدا. طب يا دول مش عايزين يخرجوا يدخلوا. يدخلوا فين؟ ما هم دخلوا خلاص، قعدوا في البيت مش عايزين يخرجوا. قبل كده كان مثلا حد بيخرج حد بيدخل فتبقى الخناقات قليله، دلوقتي الخناقات كلها وحصريا عندي في البيت. حصريا؟ دول الخناقات دي بقى ان شاء الله يعني هتتعرض بقى في رمضان؟ تتعرض في رمضان الخناقات بيتي كلها هتبقى فضيحه في الشوارع. الله يا دولا الله الله. دولا احكي لي خناقه والنبي. ايه يا سناء؟ ايه اللي موقفك كده؟ ما تروحي تفتحي الباب. طب ما انتي قولي لاختك اللي ملهاش لازمه دي، لا في البيت ولا في الدنيا ليها اي لازمه، تروح هي اللي تفتح الباب. لا يا حبيبتي بقى، انا لسه ما اتجوزتش ولسه ما دخلتش دنيا كمان، يعني المفروض بقى اللي تفتح الباب يا اما تكون متجوزه يا اما تكون متطلقه. مجيده روحي افتحي الباب بدل ما تقعدي كده زي تنابله السلطان. انا تنابله السلطان؟ انت مجنونه، انت بتقولي ايه؟ اولا تروحي انت لان انتوا كبار السن هم اللي روحي افتحوا الباب علشان السفاح مش هيبص لشيخوختهم. ها انا كبار السن؟ امال انت تبقي ايه؟ يلي صورك وتماثيلك بتتباع عند ابني في البازار. شوفوه فعلا. انت قصدك ان انا موجوده من ايام عهد الفراعنه؟ جامي، اوعي تقولي كده. خلاص ايام الفراعنه خلاص، انا لا اوعي يا حبيبتي، انت ما تضحيش بنفسك علشاننا. يا مامي يا مامي يا حبيبتي، السفاح بيخطف الستات لسه ما فتحش قسم جديد للعيال الصغيره. روحي يا بنتي افتحي باب خلصينا. بصي يا ياسمين، افتحي عادي وما تخافيش، بس اما تفتحي باب اسالي على كلمه السر. ماشي اوكي. مين على الباب؟ افتحي الباب يا ياسمين، انا بابا. بابا طب انت معاك مفتاح الشقه، افتح انت. انا شايل شال كتير مش عارف اطلع المفتاح من جيبي. افتحي يا ياسمين. ماما ده بابا. لا يا ياسمين لا، ممكن ما يكونش بابا. لا لا لا، اقولك على حاجه، اسالي اذا كان كده السفاح ولا لا. ماشي بابا. هو انت السفاح؟ لو ما فتحتوش الباب هبقى السفاح واخش اموتكم كلكم. ايه سابلوا ساعه واقف بره مش عايزين تفتحوا. وانت نعمل لك ايه يا عادل؟ ما انت اللي صوتك شبه صوت السفاحين. بقول لك ايه يا سناء، انا مش ناقص، انا جاي من بره مدخن مش ناقص حد يتكلم معايا. بقول لك ايه، هم قبضوا على السفاح ولا لسه؟ لسه يا ستي. طيب ايه ده بقى شكلك كده ما جبتليش التوث بيكس بتاعتي. خلت السنان نسيتها فيها حاجه دي. ايه ده يا نهار ابيض، اقصى عليك يا عادل، ما جبتش معجون الاسنان بتاعي. نسيت معجون السنان فيها حاجه؟ اوعى اوعى تقول حاجه، اوعى اوعى. يو يا عادل بقى، انت كمان نسيت الفرشه بتاعت السنان بتاعتي؟ نسيت فرشه سنان؟ انتوا مش مركزين غير على السنان، فرشه سنان وخل سنان ومعجون سنان. اجيب لك يا ماما دكتور سنان؟ لا يا حبيبي، انا عايزه اي نوع من اللبان. حاجه برضو بتتحط على السنان، يعني انا مش هتعملوا اعلانات سنان ولا ايه؟ انا مش عارف. الله في يا عادل، مالك عملت طق شرام من ساعه ما دخلت؟ انا مش فاهمه انت متوتر ليه، كل ده عشان جبت لي طلباتي؟ يا ريتها جت على طلباتك يا ستي، المشكله ان انا بجيب طلبات ست ستات. الله، طب واحنا نعمل ايه يا عادل؟ هنفضل محبوسين في البيت لغايه ما يقبضوا على السفاح، قدامهم وقت بقى براحتهم عقبال ما يقبضوا عليه، سنه اتنين تلاته تمانيه عشره. عشر سنين؟
لا انا مش هفضل 10 سنين شغال عبد ومشاوير ابدا. السفاح ده انا لازم اتصرف معاه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايه انتوا شغالين عبد ومشاوير برضو ولا ايه؟ ما انت عارف يا عادل حرمنا خايف فتخرج بالبيت ربما يطلع لها السفاح. المهم انت جيتنا ليه دلوقتي؟ مش الاول تشربوا حاجه يا معلمين؟ انا حته استاذ عادل بقول لك ايه تشربوا ايه؟ انا عايز كوكتيل يا دوله. طب يا باشا دلوقتي في بقى كوكتيل فواكه وكوكتيل جيلاتي وكوكتيل الجديد اللي هو كوكتيل السفاح. ايه كوكتيل السفاح ده؟ الكوكتيل مثلا بيكسر كوبايات ولا ايه؟ معرفش موضه بقى يا باشا. ده في قهوه جديده فتحت سموها قهوه السفاحين. قهوه السفاحين يعني واحنا قاعدين على القهوه نشرب دم ولا ايه؟ لا يا باشا في محل اكل فتح سمى نفسه سندوتش السفاح والفيلم اللي نازل جديد ان شاء الله في الصيف الراقصه والسفاح. اه واضح ان موضوع السفاح ده واكل مع الناس جامد قوي الناس مروشه بيه. يا باشا ده انا سمعت ان هم عاملين مكافاه 50,000 جنيه للي يقبض على السفاح ده اصلا. ايه 50,000 جنيه؟ طب ايه رايكم يا معلمين نقبض احنا على السفاح ونقبض المكافاه؟ موافقين. انا بقول يا معلمين ما قلتش انا هبدبين يا معبطين. انت مالك يا عادل؟ يا عادل اشحال البوليس ذات نفسه وما قدرش يمسك السفاح احنا اللي هنمسكه. اه طبعا نقدر احنا نمسكه لسبب بسيط جدا. انا بقى والسفاح عارف لو حتى فين حتى لو كان في سفح الجبل هجيبه. ايش معنى دول سفح الجبل ده؟ مش سفاح هيقعد فين؟ لازم في سفح الجبل. يعني ايه؟ مفيش ولا واحدة فيكم عايزة تساعدني عشان تبقى تعمل السفاح؟ معقولة يا جماعة؟ تساعدني تعمل ايه؟ ليه شوف كده يقول يلا بينا نتفسح في القناطر. عادل انا ما عنديش اي استعداد ان انا اتحط في الموقف اللي عايز تحطني فيه ده. هي تضعني فريسة مفترسة للسفاحة عشان يفترسني مفترس؟ ايه كمية الافتراس اللي انت بتقوليها دي يا ماما؟ المسألة بسيطة جدا بجد يا رانيا. يعني انت بس هتمشي كده قدام السفاح، احنا قبل ما السفاح يقرب منك هنكون مراقبينه ومراقبينك، قبل ما يجي يقرب لك نقوم قابضين عليه ومسلمينه وقابضين المكافأة. لا برضو لا. اقول لك على حاجة؟ اه خد سناء. ايه خد ده كيلو طماطم ياخده معاه وهو ماشي؟ ابعد عني يا عادل، ابعد عني، انا لسه شباب والعمر قدامي طويل ولسه عايزه اتجوز. الا بالمناسبه قول لي السفاح ده ارمن ولا اعزب ولا بيدور على عروسه؟ يا سلام، يعني لو السفاح بيدور على عروسه عايزه تتجوز اي جوازه وخلاص. بس يا سناء خلاص يا عادل، طالما انت عايز تاخد واحده مجرد طعم فقط طعم، خد نجلاء ملهاش لازمه في البيت ولا في الحياه. ايه ده؟ ايه اللي انت بتقوليه ده يا ماما؟ يا حبيبتي انا اصلا ما املاش عين السفاح، لكن انت يا سناء قمر وجميله وطويله وفرعه كده يعني تملي عينيه اكيد. اهو نبروكو ده طويله وفرعه هو اللي مقعدني جنبكم. عادل انساني وضيع عنواني. لا 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 ما تعمليش كده بقى وكده وتبصي لي. لا لا نو واي. طب ماما ايه ظروفك؟ ايه ده؟ هي يا ابني عايز تحطني طعم للسفاح؟ اقصى عليك، ده انا امك اللي ربيتك عايز تعمل فيا كده؟ لا 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 يا عادل لا. خلاص يا ماما. بالنسبة للطعم بقى انا هتصرف، عندي طعم هو زبالة اه بس. يخرب بيتك، ايه اللي انت عامله في نفسك ده يالا يا اهبل؟ شكلي حلو انا طعم؟ شكلك حلو، احنا جايين النهارده نتعاجب، ما تروح تقعد مكانك يا اهبل. اعدل نفسك. حاضر دول ربنا يوفقك يا رب. اجري بس مالكش دعوه انت. الو المعلم تيتي والمعلم سقاره والمعلم مسخوط، هل تسمعوني؟ نسمعك بوضوح. حول خش في الموضوع. انا عايزكم تبقوا مفنجلين عينيكوا. شكله هو السفاح. نهجم عليه؟ تهجم عليه ايه؟ اصبر شويه اصبر. عادل ده ممكن ياذي الواد رمزي. سيبه مش اشكال. اصبروا. امال هنمسكه امتى يا عم الحاج؟ اول ما نتاكد ان هو خلص على الواد رمزي خالص. بتقول ايه يا عادل؟ ايوه عشان يبقى متلبس وبكده يبقى خلصنا من رمزي ومن السفاح في بروجرام واحد. سيبوني، انا مش حرامي. بس مسكناك يا سفاح. انا مش سفاح، انا حرامي شرط. محدش يتحرك من مكانه، كله يا سفاح. اخيرا وقعت يا جن.
ده احنا مراقبينك من زمان. سيادتك احنا اللي مسكنا السفاح ده وعايزين مكافأة ان شاء الله. سفاح؟ ومكافأة ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ مفيش سفاح ولا مكافأة. مفيش سفاح؟ امال مين ده سيادتك؟ ده سوسته الجن. سوسته الجن اللي هو مين يعني؟ ده مسجل سرقة شنط واكياس نايلون. ها؟ امال فين السفاح؟ سفاح ايه؟ ده كلام اشاعات، الناس رددته وما نعرفش مصدره فين. يعني كل دي كانت اشاعات؟ اشاعات. ماشي يا باشا، كويس برضه ان حضرتك ما مشيتش بايدك فاضيه، خدوا زي بعض. يلا يلا هاتوه هاتوه، يلا همدي يلا يا جن. سلام عليكم. لا مفيش لا سفاح ولا في اي حاجه. انت بتاكل الشغل يالا؟ يخرب بيتك، مش انا قايل لك حافظ على الشغل ده؟ مش انتوا قبضتوا على السفاحين دول؟ خلاص سفاحين، تعالى يالا انا بقى انا السفاح.